بالتأكيد، ودائما نتحدث عن السودان. السودان الوطن الكبير بمساحاته الجغرافية، بموروث الثقافي. نحن نتكلم عنه بأنه هو دائما اللي يشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. السوداني يشكل هذا الانتماء لحاضر عنده جذور ممتدة في الحضارات المختلفة. جمعية دونغولا للثقافة والتراث النوبي هي واحدة من هذه الواجهات التي تعكس الثقافة والحضارة السودانية، وتشارك بمختلف الموروثات الشعبية والثقافية في مختلف الدروب داخل السودان وخارج السودان، ولها بصمات واضحة. سعداء اليوم أن أتحدث عن مشاركتها في معرض الكتاب، نتحدث عن مناشطها المختلفة ودورها الكبير في عكس الثقافة السودانية. معنا محمد عوض، هو رئيس جمعية دونغولا للثقافة والتراث النوبي. مرحب بك وصباحك خير. مرحب بك وصباح الخير، وصباح لكل من يشاهد الشروق. مرحب بك. حبابك في قناة الشروق وفي صباح الشروق في هذه الفقرة. جمعية دونغولا للثقافة والتراث النوبي، المسمى قد يكون واضح، لكن بالتأكيد في كثير جدا من الدلالات والرؤى والأهداف اللي من أجلها قامت هذه الجمعية. نعرف المشاهدين عليها بشكل مفصل. نعم، جمعية دونغولا للثقافة والتراث النوبي تكونت 16/4/2005. وقبل ما أعرف عن الجمعية، يمكن أنا قاعد أتحدث كثير عن الجمعية، بس في رئيس الجمعية وأنوب عن شباب هم الوقود الحقيقي للجمعية، ناس أسسوا الجمعية، فلهم التحية فرداً لأنهم صراحة جنود مجهولين، لكن كل مرة بيجي ناطي محمد عوض بتكلم عنهم، فلهم التحية يعني كل الأمانات، نائب الرئيس، الأمين العام، كل الأمانات المختلفة لهم التحية، لأنهم هم الوقود الحقيقي لهذا الحركة الثقافي الكبير. جمعية دونغولا يمكن من مسماها هي جمعية ثقافية أنشأت 2005، ويمكن كان الهدف منه فقط في وقتها عكس الموروث والثقافة النوبية صراحة، لكن سرعان ما يعني لاحظنا أو تشكل لنا حضور في يعني لقاءات عالمية وداخلية، اضطرينا أو بدأنا نحن نمثل السودان في قوميته الكبيرة. يعني شاركنا في عدة مهرجانات ومؤتمرات ولقاءات خارجية، حتى مؤتمرات علمية بأوراق علمية غير ثقافية باسم السودان، منها مؤتمرات التغيرات المناخية في ألمانيا وفي مراكش في المغرب، ولها أمانات كثيرة جدا مثل أمانة التدريب وأمانة الشؤون العلمية، اللي يمكن الآن نحن بندرس أكثر من 42 طالب وطالبة لينالوا درجة الماجستير والدكتوراه في اللغة النوبية في جامعة أفريقيا العالمية. واليوم الطالب سمير محمد خير يناقش رسالته بتاع الماجستير اليوم ظهر، اليوم بإذن الله تعالى. فلها أمانات كثيرة جدا، يمكن الوقت ضيق، لكن جمعية دونغولا للثقافة والتراث النوبي أصبحت يعني سفارة تمثل السودان بوجه مشرق جدا صراحة. شباب يحملوا المثل دي بهم عالي جدا جدا، والحمد لله رب العالمين نلنا ميدالية الوايبو الذهبية من الملكية الفكرية، أخذنا أكثر من 4 ميداليات ذهبية وفضية، شاركنا في مؤتمرات وورش علمية كثيرة جدا عن طريق أخونا أستاذنا الكبير جدا الباحث فريد محمد أحمد وعبد الرحمن علي خيري ووقاص هارون، شاركنا في أشياء كثيرة جدا جدا جدا. يمكن يكون هناك مجال أكبر نتحدث عن الأمانات وتفصيلها ودورها بصورة مفصلة بإذن الله تعالى. صحيح، وبالتأكيد هم كلهم يعني بيعملوا بدافع الانتماء لهذا البلد، وبيتحدثوا دائما عن مساحاتهم الجغرافية في دور من الانتماء الكبير من غير تعصب، فبنحييهم. نعم. جميعا، وبنحيي عورك أهل مروار فيهم بيقول لك تهارقة، ونحن بنحييهم بالتأكيد، وبنحيي انتماءك لهم وانتماءهم كمان لك وكرمهم الفياض. اليوم نحن بنتكلم عن هذه الجمعية بالتأكيد مناشط مختلفة، لكن خلينا نتحدث عن يعني وجودكم من خلال معرض الكتاب في هذه الدورة. نعم، جمعية دونغولا واحدة من أمانات زي ما قلت لك، أمانة التوثيق والتراث، واللي هي جواها في عدد من الأقسام، منها المكتبة. أنشأنا مكتبة اسمها المكتبة النوبية، فيها أكثر من 350 من الكتب النوبية، وكل من كتب عن النوبية سواء داخل وخارج السودان بلغات كثيرة جدا، وكل ما عندنا كتب بتحدث عن الحضارة السودانية وعن الموروث السوداني وعن كل الأشياء، ويمكن كتب هي ما للبيع، نحن الآن ما عرضين للبيع، لكن هي أمهات الكتب. اجتهدنا جدا، نزلنا بعض الكتب من النت وطبعناها، اشترينا الكتب من المغرب، من مصر، من السعودية، كتب نادرة جدا،
والآن سوف نفتتح المكتبة في قلب السوق العربي حتى يكون متاح لطلبة الدراسات العليا والباحثين والمستقبل. الآن إحنا دي المشاركة الخامسة لنا في هذا المعرض، وتحية خاصة جدا للأخ محمد خير الشامي والشاب الهميم ساتي وفريد اللي هم يقوموا على هذا العمل الآن يعرضون، ويمكن نحن في الجناح رقم واحد في مدموجين في صالة أو في مكانة الولاية الشمالية دنقرة عاصمة للثقافة. في هذا الإطار نعرض المكتبة النوبية. المشاركة أيضا الليل اليوم يمتد عندنا ليلة ثقافية كبيرة جدا، هي مشاركة ما بين وزارة الثقافة الاتحادية والولاية كذلك اللجنة العليا لتكريم الهرم الكبير شيخ سمير النوبة في إطار هذا الفعالية الكبيرة جدا. أيضا المكتبة فيها عدد من أكثر من 20 من الرسائل التي أنتجت عبر جمعية الدنقرة ثقافة التراث النوبي في جامعة أفريقيا العالمية من ماجستير ومن دكتوراه وخلافه. يعني فعاليات كبيرة جدا بتكون بها الجمعية ومجهودات كبيرة من الشباب وأفكار أيضا مختلفة. ده كله مؤكد حيخلينا نرفع سقف توقعاتنا ل2020 ودنقرة عاصمة الثقافة السودانية. شنو أشكال البرامج اللي أنتم من الآن بتبدو تفكروا فيها والأفكار الجديدة اللي حتعرضوها في الوقت ذاك إن شاء الله؟ نعم، نحن واحدة من الـ من الـ من الهموم الكبيرة جدا لنا في جمعية الدنقرة ثقافة تراث النوبي، الكلام ده قلناه حتى قبل انطلاق الدنقرة عاصمة الثقافة، أنه إحنا 2020 مصرين جدا أنه ندخل اللغة النوبية كمادة اختيارية في المدارس في الولاية الشمالية بنص الدستور والقانون. اجتهدنا جدا بأنه أقمنا عدد كبير جدا من الورش والأعمال اللي خاصة باللغة، كتابة اللغة عن طريق جامعة الدنقرة جامعة أفريقيا العالمية. الآن حنفتكر أنه 2019 حنبتدي مباشرة نقيم ورش عمل لكل المعلمين والمعلمات في الولاية الشمالية تهية لكتابة أو إدخال منهج رسمي، يمكن نبتدي بالصف الأول والثاني ما في مشكلة، نبتدي حبة حبة ندخله كمادة اختيارية، مادة اختيارية لأنه اللغة يحمل عليه كل العادات وكل الموروث وكل الثقافة، فإن ضاعت اللغة ضاع كل شيء. لذلك اهتمامنا باللغة صراحة قبل جمعية الدنقرة كان ضعيف. الآن هناك جامعة في بون، في كولين، في سويسرا، في أمريكا، كلهم يهتمون وعندهم معاهد وأقسام للغة النوبية. للأسف الاهتمام هنا أضعف رغم أنه هو لغة مستوى الدراسات أيضا في الخارج. نعم، أكبر. نعم، أكثر بكثير جدا. حتى شكسبير النوبة الذي نكرمه لم ينتبه أحدا يعني من هو شكسبير إلا عندما يعني ألف فيه كتاب جامعة بون اسمه زنوبيا شكسبير من 400 وشوية صفحة، قارن بينه وبين الكاتب ويليام شكسبير. فلذلك حاجة يعني صراحة مخجلة يعني أنه ننتبه للشخص بعد ما جينا وافد من الخارج. ولا دائما بنتكلم عنه، يعني كنا بنتكلم عن التوثيق الأدبي والثقافي قبل قليل، ومهم أيضا نتحدث عن يعني التوثيق في الجانب ذلك باللغة النوبية لأنه هو أيضا حفظ للحضارات وللموروثات الثقافية. ذكرت دور الشباب ويمكن هي جوانب مختلفة في البحث والرسائل وفي أيضا المناشط والفعاليات الموجودة للجمعية، فخلينا نتحدث عن مجلس القيادات الشبابية. هي مبادرة مجلس القيادة الشبابية بين مصر والسودان، مبادرة أطلقوها مكتب جمعية الدنقرة لثقافة التراث النوبي بالقاهرة، وتحية خاصة جدا لمكتب الجمعية بالقاهرة على رأسهم الأستاذة ست البنات والأخ حمدي وجميع الإخوة هناك. أطلقوا هذه المبادرة يمكن في إفطار جمعية الدنقرة في بيت السودان. الآن. نعم، نعم بجزء من الفعاليات، ويمكن ده كان التدشين بتاع التدشين الذي أقيم في وزارة الشباب تحت رعاية وزير الشباب المصري، وكان يوم محظور جدا ويوم كبير جدا، كان فيه تلاحم شبابي واضح جدا، ولأول مرة صراحة أرى أن هناك عمل مصري سوداني حقيقي، لأنه القالبية كانوا شباب. لا. معظم الفعاليات نرى بعض الرموز وينفض السامر بعد الاحتفالية. دائما على المستوى الشعبي والاجتماعي المشتركات كثيرة جدا بينه وبين الجانب المصري. لا. السياسة في بعض الأحيان هي متقلبة طبعا. بالضبط. نعم. لكن الآن هذا الدور الشعبي الكبير جدا
والتفات الدولتين لتبني قضايا الشباب بصورة كبيرة جدا، كانت واضحة ولافتة جدا، وده التدشين. المبادرة أصلا أطلقت من جمعية دنقلة، وسرعان ما يمكن كان هناك يعني تلاقح وتعرؤة بينه وبين منظمة مسعد عويس في مصر، تبنتها وزارة الشباب المصرية على مستوى عالي جدا من الدولة هناك، حتى أنه قام هذه الفعالية يمكن يوم 8 أكتوبر وحضروها كل الشباب من كل محافظات مصر، كل المحافظات كانت موجودة. الآن هذا المجلس بقيادة دكتور مسعد حويس، وأنا شخصي نائب المجلس، والمجلس مناصفة ما بين مصر والسودان، وينتقل فيه الرئاسة دورة كل سنتين. من المفترض أن نعمل ده مسعد هركي، واحد من القامات الكبيرة جدا، هو رئيس النادي النوبي العام آنذاك في هذه الصورة، الآن هو رئيس المصر المصرية النوبية للتنمية، واحد من الشخصيات اللي عرفتنا بمصر تعريف كبير جدا، وكان حاضر في هذه اللقاءات في الملتقى وفي المبادرة. أرجع المبادرة أنه لابد أن نقيم منشط كبير في السودان حتى ندشن هذه المبادرة. أنا بالأمس القريب كنت مع سعادة السفير إحلام في الخارجية، وجلست مع قناة وزارة الثقافة الاتحادية ووزارة الشباب على ضرورة تفعيل هذا المنشط في السودان ليكون العمل متوازي بين مصر والسودان. الآن سعادة الرئيس جمهورية مصر يمكن يزور السودان خلال يومين قادمين، الخميس القادم إن شاء الله، بوفد كبير جدا قوام 14 وزير وعدد كبير جدا من المسؤولين. نحن بنقول في جمعية الدنقلة لنا 13 سنة بنقول في جملة واحدة، تفعيل العلاقة ما بين مصر والسودان يجب أن يكون هناك شراكة اقتصادية قوية جدا، لأنه لغة المصالح لغة مهمة جدا في تبادل كده في العلاقات بين الدول. نعم. الآن ما يتوفر بمصر والسودان من خطوط أسفلت ومن حركة الطيران والقرب الجغرافي والتاريخ، لكن بنقول كثير جدا بأنه حجم التبادل التجاري والزراعي والنشاط ضعيف، أضعف. وده بيبقى هو هو الأهم وهو المتوقع يعني من خلال الزيارات بين موجود بين قيادة الدولتين. نحن لأنه بنمضي لختام هذه الفقرة، خلينا نذكر مرة أخرى بفعالياتكم في معرض الخرطوم الدولي للكتاب. نعم. واليوم حيكون في شو سريعا؟ نعم. اليوم عندنا احتفال كبير جدا لتكريم شخصية نوبية، الشاعر شكسبير نور جلال عمر، من الساعة 6 للساعة 8 هناك ندوة علمية يتكلم فيها كبار العلماء مثل البروفيسور يوسف الخليفة والبروفيسور محمد المهدي بشرى والأستاذ الشاعر نعم في أرض المعارض، والشاعر الكبير الجيلاني والشامي وعدد. بعد ذلك في ليلة ثقافية مباشرة فيه جمعية الدنقلة والشاعر حسن الدابي والفاتح إبراهيم بشير وفنان طنبور عمر النافع وعدد من الفعاليات، ويدشن فيه كتاب لجلال عمر دراسات تحليلية ونقدية. ومن هنا أنا دعوة للجميع أن يحضروا تكريم هذا الشاعر الكبير والعلم الذي يكتب من العام 1958 وحتى الآن. نعم، هو جانب مهم بالتأكيد. نعم. هذا الحديث عن التوثيق للرموز في السودان. شكرا لك جزيلا محمد عوض، رئيس جمعية دنقلة للثقافة والتراث النوبي، وكان حديث عن هذه الجمعية، الأهداف والمشاركات المختلفة، وأيضا عن المناشط المختلفة وما يخص معرض الكتاب لهذه الدورة بشكل خاص. التحية لكم جميعا مشاهدي صباح الشروق.